وكيف يعالج رب الأسرة الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء بالنسبة إلى أولاده؟ لا بد من شعور الوالد والوالدة بالمسؤولية عن الأولاد، وبخاصة من رفقاء السوء، وذلك بتتبع نشاط الأولاد خارج البيت إن كان في المدرسة أو النادي أو غير ذلك، إلى جانب ما يجب على المدارس والنوادي من ملاحظة من تحت رعايتهم حتى لا يكون انحراف من هؤلاء الرفقاء. والحديث معروف: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد منه ريحا طيبة. وكير الحداد يحرق ثوبك أو بدنك أو تجد منه ريحا خبيثا. والله أعلم.